معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي يقوم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي في هذا العام بضيف شرف ألمانيا الاتحادية، ويأتي دورنا اليوم في هذا العام كلجنة إدارة البرامج والمهرجانات الثقافية والتراثية بإطلاق مجموعة من الإصدارات، منها إصدار أقوال وأشعار الشيخ زايد رحمة الله عليه مترجمة باللغة الألبانية. تم الإطلاق اليوم بحمد الله، ولاقى الكتاب استحسان الجمهور. كذلك تشارك اللجنة بجناح من إصدارات أكاديمية الشعر. معرض أبو ظبي الدولي للكتاب منصة مهمة جدا لجميع الناشرين، ومنها كذلك لأكاديمية الشعر كذلك.